لذلك نقول الإيمان يشترك معه في الأخذ من هذه المادة الأصيلة ثلاثة ألفاظ هامة. اللفظ الأول الأمن، اللفظ الثاني الأمان، اللفظ الثالث الأمانة. وكل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة معناه مرتبط بالإيمان أشد ارتباط، وليس ذلك من عندنا ولكنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند الله الذي أنزل عليه الكتاب. أما الأمن فهو ضد الخوف، يقول الله تعالى وآمنهم من خوف. وأما الدليل على أنه مرتبط بالإيمان فالآية التي تلونا آنفا، وهي قوله تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فجعل الأمن مترتبا على الإيمان وإخلاصه من كل الشوائب. وأما الأمان فهو اطمئنان القلب، ويقابله التردد والشك والقلق. والدليل على أن الأمان ملازم للإيمان أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأن لهم ثوابا هو الأمان، هو الأمان. وأما الأمانة فضد الخيانة، والدليل على أن الأمانة مرتبطة بالإيمان أوثق ارتباط قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وإذن فالإيمان مرتبط بالأمن، مرتبط بالأمان، مرتبط بالأمانة.